السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 3DFY.AI ده بيحول لك التكست ل 3D موديل بالشكل دوت. هنشوف مع بعض. هيقول لك تكتب برومت، يعني تكتب تكست معين وهو يحول لك ل 3D موديل بشكل زي كده. يعني تكتب مثلا كاميرا، تظهر لك الكاميرا بالشكل دوت اهوت. فبيقول لي اختار الكاتيجوري اللي انت عايزها، جيمنج ولا انتيريورز مثلا ولا تيبل. بيقول لي اكتب الحاجة اللي انت عايزها، مودرن تيبل. تمام، وتقول له كرييت. هو بيبدأ ان هو يكونها. ممكن اثناء ديت اختار مثلا تمام، واقول له جنريت. ممكن اقول له انا عايز اعمل اكتر من حاجة في نفس الوقت، على ما يعمل الريندر اكون انا ايه قلت له اعمل لي صورة تانية. ممكن نقول له ونستنى ثواني يبدأ ان هو يعمل لنا الصور ديت. دلوقتي نبدأ نشوف اهو، ده مش 2D ده 3D. تبدأ تشوفه من جميع النواحي، كيتشر ممكن تشوفه وير فريم، ممكن تشوفه يو في بريفيو، ممكن تشوفه على ان هو سوليد بالشكل دوت. جميل بقى ان انت تقدر ان انت تسيبه لو انت حابب. GLB او بليند او FBX، والليفل اوف ديتيل تقدر ان انت تختار، والريزوليوشن زي ما انت عايز. ده التيبل، تعال نشوف السوارد. محمد ممكن نقول له مثلا عايزين نشوف الترابيزة. تظهر معانا بالشكل دوت. تقدر تعمل سكرول، تقدر تحركه، تقدر تعمل له روتيت زي ما انت عايز.